اتفضل. انا من رايي ان مدرب الزمالك طبعا مبروك لنادي الزمالك، وان مدرب الزمالك بسم الله ما شاء الله النهارده كان موفق، لعب على قد الامكانيات اللي عنده، على قد التجهيز البدني بتاع لعيبته، ما هاجمش، ما فتحش الملعب زي ما الاهلي فتح الملعب واستفاد بالشوط الاول في المساحات اللي الاهلي فتحها له، وفي الشوط الثاني كان الاهلي موفق بعد الجون اللي جابه، كان ابتدى يضغط، هو ابتدى يقفل ملعبه صح، ولحد ما جاب الجون بتاع مصطفى محمد قدر يحافظ عليه لحد اخر الماتش. المدرب بتاع الاهلي ما كانش موفق تماما، ما قدرش، كان نازل يكسب، نازل عايز ياخد الماتش بالاول. كان مدرب الزمالك بصراحه كان موفق، ولعبه الزمالك طبعا كانت موفقه جدا النهارده وادى المسؤوليه بصراحه. والف مبروك لاخويا محمد قصاص، وهارد لك ماشي المره الجايه. ايه رايك يا عوض احمد؟ الف مبروك احمد علي، رايك مباراه جميله، وبس النادي الاهلي كان وحش خالص النهارده، ومش لعيب النادي الاهلي دي يعني احنا كنا منتظرينه منه. حضرتك لا انا جاي بقول ني 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 حضرتك انا بعد الزمالك طبعا صراحه حاجه جميله بصراحه يعني زمالك انا التيشيرت ده شكرا.